ما زال الحزن على وفاة الفنانة دلال عبد العزيز مستمرا بين الجمهور وزملائها النجوم والفنانات، وكشف الإعلام رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم عن قصة مؤثرة حول رؤية تخص سمير غانم ودلال عبد العزيز ليلة وفاتها، واللي تفاعل معها الجمهور وتأثروا بيها. ونشر الإعلام رامي رضوان منشور عبر حسابه بالفيسبوك كشف به عن رؤية تخص سمير غانم ودلال عبد العزيز ليلة وفاة دلال، وجاء في المنشور: رؤية الغريب أصدق، يشهد الله أنه ليلة وفاة الفنانة دلال رأيت المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة التي أحبها منذ أن كانت صغيرة، وينتظرها في بيت في مكان يسمى دار السلام، ونعم الدار هي والله، ولا ندري ماذا بينهم وبين الله، ولكنها بشرى تثلج الصدور، ورأيت من واجبي أن تصل هذه الرؤية إلى أحبائهم، فهي أجمل عزاء أرسله الله لكم، وربنا يرحمهم ويغفر لهم. وتفاعل مع المنشور عدد كبير من الجمهور ومن النجوم أيضا ومفسرين الأحلام الذين قدموا بعض التفسيرات المبشرة، وقال العديد من المتابعين أنهم رأوا مواقف مشابهة في منامهم لهذه الرؤية داعين لهما بالرحمة والغفران وأن يسكنهما فسيح جناته. أما عن وصية الفنانة دلال عبد العزيز لابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم واللي طلبت تنفيذها وهي على فراش المرض في أيامها الأخيرة، كشفت عنها الفنانة نشوى مصطفى في برنامجها بنت البلد المعروض على قناة صدى البلد، وقالت نشوى مصطفى: من الصعب علي أن أنعي الفنانة دلال عبد العزيز واللي بعتبرها فنانة محبة للخير وكريمة وسيدة مصرية بالمعنى الحقيقي لهذه الكلمة، بنت بلد وفلاحة أصيلة قامت بتربية بناتها بأفضل شكل ووقفت بجوار زوجها طوال الوقت، أتذكرها دائما بالخير، فهي كانت إنسانة متواضعة مع كل من حولها. وكشفت عن وصيتها وقالت أنها كانت حريصة على التأكيد على بناتها بالاهتمام بتنفيذ كافة المساعدات المالية اللي كانت بتقدمها هي وزوجها لكل محتاج قبل مرضها، وإنها في عز أزمتها ووجودها على جهاز التنفس الصناعي كانت بتكتب لابنتيها كافة المعلومات الخاصة بهذه المساعدات من أجل تنفيذها. وقالت نشوى أيضا: يكفي أن دلال عبد العزيز وهي في عز أزمة مرضها وعلى جهاز التنفس الصناعي كانت بتكتب لبناتها كشوف بالمساعدات المالية اللي كانت بتقدمها لكل شخص محتاج باستمرار، ورغم أزمة مرضها الطويلة لم تنسى أحد منهم، إن شاء الله ربنا يرحمها ويغفر لها ويرزقها الجنة بدون حساب. من قلبي أقدم التعازي لدنيا وإيمي سمير غانم، والله يصبر قلوبهم على هذا المصاب الأليم، فهذه سنة الحياة والأثر الذي تركته الفنانة دلال عبد العزيز. طيب، وقد شيعت جنازة الفنانة دلال عبد العزيز بحضور حشد كبير من نجوم الوسط الفني بمختلف الأجيال، وظهرت كل من إيمي ودنيا سمير غانم في حالة صدمة كبيرة بعد رحيل والدتهم، وكان من بين الحضور الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان وموسي شلبي وصديقة عمرها الفنانة ميرفت أمين التي بدت عليها ملامح الصدمة، بالإضافة لعدد كبير من النجوم والفنانات. كيف استطاعت دلال عبد العزيز أن تكون رمزا لكل نساء وأمهات مصر الطيبات؟ الفنانة المحبوبة دلال عبد العزيز توفيت بعد صراع مع المرض استمر لما يقرب من 100 يوم لتلحق بحبيب عمرها وشريك حياتها الفنان الكبير سمير غانم بعد أقل من 80 يوم من رحيله. وخلال مشوار حياتها استطاعت النجمة الكبيرة أن تحتل مكانة في القلوب لم يصل إليها سواها من الفنانات، وأن يشعر كل مواطن بأنها قريبته أو أخته أو والدته أو أحد أفراد أسرته، وليس مجرد فنانة ذات موهبة كبيرة فقط. كان يكفي أن ترى وجه دلال عبد العزيز فتستدع كل مرادفات الإبداع والجدعنة والإنسانية والصدق والأخلاق الراقية والصداقة الوفية. لم تكن دلال عبد العزيز بالنسبة للملايين مجرد فنانة موهوبة ومبدعة فقط، ففضلا عن موهبتها الفنية الجبارة والمنفردة كنا حين ننظر إلى وجهها نرى خفة ظل وصدق وحنان ووفاء وجدعنة كل الأمهات المصريات. كانت طيبة وحضورها صادق دايما في كل أزمات أصدقائها بلا نفاق أو رياء، وهكذا كان وجهها المحب الصادق الذي لا يغيب عن أصدقائه ولا يتحجج بأعذار مهما كانت الظروف.
لم تغب دلال عبد العزيز عن أي عزاء حتى في أشد أوقات الذعر والخوف بعد انتشار فيروس كورونا، لم تكن تتأخر عن متابعة زميل أو صديق يمر بأزمة حتى وإن غاب لسنوات، وهكذا فعلت مع الفنان الكبير جورج سيدهم الذي ظلت تزور وتسأل عنه وتحتفل بعيد ميلاده حتى رحل عن عالمنا بعد رحلة مرض طويلة، ورأينا كل معاني الصداقة والوفاء في آلائها ولهفتها على صديقتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي حين أصيبت بفيروس كورونا وتم احتجازها بالرعاية المركزة، وكيف كانت تتوسل إلى الله وتدعو لها بصدق وحب ودأب، وكيف رافقتها حتى أوصلتها إلى دار البقاء وحافظت على برها بعد وفاتها بختم القرآن أكثر من 30 مرة ودعوت كل أصدقائهما لذلك. دلال عبد العزيز الحافظة للود والعهد والصداقة ظلت تحفظ جميل جورج سيدهم حتى وفاته، وتعلن دائما أنه صاحب فضل عليها وأنه هو الذي قدمها على المسرح وكان سببا في تعرفها على زوجها الفنان الكبير سمير غانم، وقليل من أهل الفن الذين يشكرون ويذكرون من وقفوا إلى جوارهم في بداياتهم. دلال عبد العزيز نموذج الزوجة الوفية والأم التي استطاعت بحكمة أن تعبر بأسرتها الفنية إلى بر الأمان، وأن تربأ بها عما يجتاحها الزيجات الفنية من تقلبات وأزمات، وأن تحافظ على حب عمرها الفنان الكبير سمير غانم أحبته في صباها بعدما جمعتهما مسرحية أهلا يا دكتور رغم تحذير عدد من زملائها، كما صرحت في أكثر من لقاء من قبل مؤكدة أن عدد من كبار الممثلين أكدوا لها أنه لا يفكر في الزواج، ومنهم الفنان محمود مرسي والفنان محمود المليجي وجورج سيدهم وعبد المنعم مدبولي وغيرهم، لكنها لم تكذب قلبها الصادق حتى تزوج وأنجب ابنتيهما دنيا وإيمي. دلال عبد العزيز التي استطاعت أن تبني أسرة طيبة ناجحة مستقرة وتلقائية وطبيعية، وهو ما ظهر في كل اللقاءات اللي جمعتهم على الشاشة، فأحب الجمهور كل أفرادها واحترمهم وشعر أنه منهم ولم يرى من أي منهم ما قد يقلل من نظرة الجمهور للفنان، لذلك يشعر الجميع بحزن كبير وبأنه فقد أحد أفراد أسرته وليس مجرد فنانة أبدعت في عشرات الأدوار. غفر الله لها ورحمها وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها وكل محبيها الصبر والسلوان. وشكرا لكم على حسن المتابعة، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة، وإلى لقاء مع فيديو آخر وخبر جديد، والسلام عليكم.